هنروح للكرة الطائرة رجال، الكابتن محمد مصالح حميد والرجال الحقيقة بيأدوا أداء جامد جدا. فوزنا على بتروجيت، على فكرة بتروجيت عاملة فرقة كويسة جدا جدا جدا، فوزنا عليها سموحة، أنا آسف سموحة فوزنا عليها 3-0. الماتش اللي جاي هو بتروجيت، احنا فوزنا على سموحة 3-0، الماتش كان على ملعبنا الحقيقة، وأدينا أداء كويس. خلي بالكوا سموحة من الفرقة اللي عاملة، سموحة بتروجيت طلاع الجيش، الفرقة دي طبعا مع نادي الزمالك، كل الفرقة دي هي الفرقة اللي بتنافس النادي الأهلي بشكل كبير على بطولة الدوري. الماتش كان اتلعب يوم الجمعة اللي فاتت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهل الجزيرة، والماتش اللي جاي مع بتروجيت، والماتش هيكون بكرة إن شاء الله على صالة المركز الأولمبي في المعادي. صورنا التقرير ده مع اللاعبين وشفنا طبعا ارائهم عن الماتش ايه، نتفرج على التقرير ده وارجع لحضراتكم ونستقبل ضيوفنا طبعا بعد الفصل. هو طول عمر الكره الطايره في النادي الاهلي نتائجها عاليه جدا، وحضرتك لو عملت سكور او يعني عملت احصائيه هتلاقي ان النادي الاهلي كره طايره هو اكبر فرقه جماعيه في النادي الاهلي، حصلت على بطولات سواء دوري سواء كاس، بطولات عربيه بطولات افريقيه، هي يعني معروفه يعني المستوى النادي الاهلي في الكره الطايره طول عمره ما شاء الله عالي جدا جدا جدا. احنا بنعتبر لقاءات الاهلي وسموحه في السنوات الاخيره في حوالي 5-6 سنوات، سموحه يعتبر حصان الاسود بتاع فرق الكره الطايره للرجال من خلال مشاركته المستديمه ودخوله المربع الذهبي خلال المواسم الاخيره ومشاركته في بعض البطولات العربيه والافريقيه، فهو ضلع اساسي من الكره الطايره للرجال، وبيمتلك فريق جيد جدا، وكمان معاه 2 لعيبه اجانب، واحد ليبي والتاني كوبي، بالاضافه لجهاز فني كفء. فبقول ان الفريق ده يعني كل فرقه بتعمل لها حساب، فالحقيقه الفوز 3-0 النهارده يحسب للجهاز الفني والاداري والطبي للنادي الاهلي واكيد للاعبين طبعا. طبعا ببارك لفرقه الكوره الانجاز العظيم اللي عملوه وشرفونا وشرفوا النادي الاهلي كله بالحصول على برزين كاس العالم، وبقول لهم الف الف مبروك وللجماهير بالذات يعني والمجلس الاداري. ماتش النهارده هي بدايه سخنه جدا، فرقه سموحه طبعا تعتبر الفرق الكبيره في الدوري، مستعينه باتنين محترفين وخدت المخاضره مشرف ابو الحسن معاه في فرقه محترمه، الحمد لله يعني قدرنا نسيطر على الجيم. هو اول ماتش في الدور اللي هو النهائي اللي رايح جاي، ماتش كان الحمد لله درسناهم كويس والحمد لله قدرنا نكسب 3-0. هو مش بسهوله لكن هو هي فرقه محترمه وقدرنا ان احنا نسيطر على الماتش يعني كله يعني الحمد لله. النهارده المباراه بتاعت سموحه في اول مباراه بتجمعنا بيهم، تمام، معاهم 2 محترفين يعتبروا كويسين بالنسبه للمحترفين اللي موجودين في الدوري الممتاز. فريق سموحه فريق قوي بيلعب دايما في المراكز المتقدمه الثلاثه الاوائل، تمام. الحاجه الثانيه طبعا كل فريق بنحترم طموحه لكن احنا بيبقى عندنا الاستعداد اكتر. طبعا ده فعلا اول ماتش يعني طبعا في الدور اللي هو الثاني، يعني طبعا ده اول ماتش كان يعني هو المفروض من المباريات المهمه جدا، والحمد لله يعني ان احنا قدرنا نتغلب في الماتش على فريق سموحه لانه فريق برده قوي ومن الفرق برده المهمه اللي في الدور ده، وطبعا الصدفه ان هو جه اول ماتش عندنا، بس الحمد لله ان هو هيدينا حافز للي جاي ان شاء الله، واللي جاي احسن باذن الله.